سولوني هادو ملي جيت على القضيه ديال الدعم ديال الغاز. قلت لهم هذه القضيه انا اللي كنت غنديرها وما عملتهاش وانا نادم على هذا الشيء. دابا هادو كيقولوا بغاو يديروها نصاب يديروها، ولكن خصهم يديروها بطريقه صحيحه. شنو هي الطريقه الصحيحه؟ هي الطريقه الصحيحه انا دارسها عارفها حافظها. الطريقه الصحيحه يمكن لي نعطي المغاربه كاملين بوطه كل شهر فابو بلا تارية ونربحوا 6 المليار ديال الدرهم اللي عطيتهم فوق بوطه فابور كاملين من غنيهم الى فقيرهم ونربحوا شحال ديك الساعات. ديك الساعات غنربحوا 9 حتى 10 ديال الملايير ياك السدري شحال شحال مشي هذيك. ولا دابا داروا لها 26 مليار ديال الدرهم، غنربحوا 20 مليار ديال الدرهم. هاد 20 مليار ديال الدرهم دابا علاش؟ لان الغاز طلع 3 ولا 4 ديال المرات نتينا ولا لا، بقيه الدوله كتخلصها لان ما قدرتش دير هذا الاصلاح هذا. ولكن فين كتمشي معظمها؟ ما كتمشيش لعند الفقراء والمساكين، وانا ما باغيش الفقراء والمساكين هما اللي يستافدوا من هادشي، باقي الفقراء والمساكين وحتى المتوسطين. ولكن الاغنياء سمحوا لي انا ما تنفهمش علاش الاغنياء نخلص عليهم الغاز، سمحوا لي باش يطيبوا البساطه ولا يطيبوا اللي بغاو يدبروا ريوسهم يشريوا الغاز بالثمن ديالو. ما تنفهمش علاش المطابخ ماشي المطابخ المطاعم، فعلاش المطاعم انا كنخلص لهم هادشي؟ سمحوا لي واش كتعرفوا الفلاح شحال كيستهلكوا ديال البطاط؟ سمحوا لي راه كاين انا واحد السيد صديق ديالنا انا والسيد ريس كان كيقول لنا هو عنده واحد المزرعه صغيره داك الشيء كتعرف شي واحد كيدير شي مزرعه ديالو كيدير فيها شويه ديال الخضره شويه ديال هذا الاخر. قال لي السيد الا كنستعمل 70 بوطة في الأسبوع ياك يعني. 70 بوطة في الأسبوع وي مسيو. دابا الدولة تتخلص معاه 7000 درهم في النهار دابا. علاش؟ سمحوا لي لا اسمح لي شوف غنقول لك واحد القضية. هاد الشيء دابا الفلاح ماشي كله هو الفلاح اللي خصو البديل الفلاح، لان دابا واحد القضيه الدوله ملي كتكون جاده النهار اللي وزعوا الفلوس على في ايام الكوفيد قدوا يعرفوا الناس اللي محتاجين ولا قدوا يعرفوهم. الدوله ملي كتبغي شي حاجه كتعرف ديرها، انما داك الساعات عبد الاله بن كيران الوقت ديالو هادشي ما خصوش يدوز. ديجا داكشي اللي داز الناس نادمين عليه نتين ولا لو كان ماشي الاصلاح ديال المحروقات سمحوا لي واخا دابا كتخلصوا ب 15 درهم كون ما كان عندكم ميزانيه 100 مليار ديال الدرهم خصهم اضافيه منين غيجيبوها؟ ما تقولوا لي اش تبرسهم لا هذا ماشي هذه ماشي هضره ديال العداله والتنميه. العداله والتنميه عندها واحد المنطق. الحزب الدوله قبل الحزب الدوله هي الاولى